أهلا بكم مشاهدينا الكرام لحلقة جديدة من حصة البلاد اليوم. في حلقة اليوم نعود إلى امتحانات البكالوريا، بكالوريا 2017 التي أسدل عليها الستار يوم الخميس الماضي. إذن هذه البكالوريا عرفت الكثير من الأحداث التي ميزتها، فرغم أنها لم تشهد تسريبات لمواضيعها كما حصل في بكالوريا 2016، هذه المرة عرفت نوعا ربما من الغش، وهو قضية نشر مواضيع هذه الامتحانات في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا النشر الذي وصفته وزيرة القطاع نورية بن غبريط بأنه نشر محدود جدا، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات عقب إجراء التحريات المطلوبة. كما عرفت هذه البكالوريا، بكالوريا 2017، ظاهرة ربما كانت مشهودة في السنوات الماضية، لكن هذه المرة أعداد المتعرضين لها أو أعداد المقصيين بسبب التأخر ارتفعت كثيرا، حوالي 1500. إذن المئات من الطلبة المترشحين لهذه الامتحانات أقصوا بسبب تأخر تراوح ربما بين دقائق معدودة إلى مدة أكبر من ذلك. كيف ستتعامل السلطات المسؤولة، كيف ستتعامل وزارة التربية في المواسم المقبلة حول هذه الظاهرة، وكيف ستحددها، خصوصا بعد الجدل هل فيه جانب تقديري لرؤساء المراكز حتى يسمحوا للمترشحين ربما الذين لا تزيد مدة تأخرهم عن زمن طويل. كما نتحدث أيضا ربما عن الغيابات، غيابات عدد كبير من المترشحين الذين لم يقدموا أصلا إلى مراكز إجراء الامتحانات. لماذا هذه الأعداد الكبيرة، خصوصا وأنها ربما ميزة تميز أكثر المترشحين الأحرار في امتحانات شهادة البكالوريا. كما نتحدث ونعود إلى موضوع تأثير شهر رمضان المبارك وتأثير الصيام على أداء الطلبة والمترشحين في هذه الامتحانات، ونقاط أخرى إن شاء الله أسعد بأن أناقشها رفقة الأستاذ عبد الكريم بوجناه الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية السنتيو. أهلا بك أستاذ بوجناه. شكرا، بارك الله فيك. على كل حال نحن على 10 الأواخر لشهر رمضان، تقول لكم الصيام مقبول ودم مغفور، ونتمنى إن شاء الله لمرضى المسلمين، نتمنى لهم إن شاء الله الشفاء. إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أستاذ، إذن بكالوريا 2017 يسدل عليها الستار الخميس الماضي، أنت ربما كمراقب راقبت يعني وشهدت وجربت وخدت تجارب بكالوريات سابقة، وهذه المرة أي عنوان ربما سي بوجناح تعطيه لهذه البكالوريا؟ شكرا، بارك الله فيك، ونشكركم على هذه الدعوة كذلك. وفي الحقيقة السنة هذه يعني كانت سنة خاصة، يعني ما كانت سنة تاع تسريبات المواضيع، ولكن سنة تاع إقصاءات تلاميذ. يعني كانت المشكل في بكالوريا 2017 هو الإقصاء الكثير للتلاميذ على التأخر تاعهم. يعني شفنا اليوم اللي هي كانت الظاهره موجوده، يعني لكن هذه المره زادت عددها اصبح بقوة. واضح، وهذا لظروف، كاين ظروف اللي خلات التلاميذ يتاخروا، وكاين ظروف نقدروا نتكلموا عليها ونشرحوها. يعني كاين ظروف، وكذلك شفنا باللي يعني ما كاش تسامح من بعض رؤساء المراكز، وخاصه بعض رؤساء المراكز اللي غلقوا الابواب يعني قل من 5 دقائق، يعني غير 5 مثلا. اذا كان هي يغلق الباب على الساعه مثلا على 9، هو يجتهد ويغلق الباب على الساعه 5، وهذا خطا ليقوم به رئيس المركز. يعني حسب وصفك يعني وكما يقال بالدارجه، بعض رؤساء المراكز يعني زادوا عليها؟ يعني زادوا عليها بعض رؤساء المراكز وتسبوا في مشاكل، وحنا عندنا شكاوي بزاف، وعندنا حتى في شهاده التعليم المتوسط وشهاده البكالوريا، يعني بزاف اللي كاين اللي غلقوا الباب، يعني ما عطاوش، يعني ما زادوش حتى، يا ما خلاوهاش اولا تولي 9، ثانيا ما زادوش حتى دقيقه. وحنا نشوفوا الامور كما هذه يعني بكل صراحه، يعني هل تشوف يعني حقيقه، يعني كنت نتكلموا بكل صراحه، هل اقصاء اكثر من 1000 تلميذ او 1500 تلميذ هذا راح يكون ايجابي بالنسبه ل، لكن سي بوجناح ربما الوزاره رؤساء المراكز يقول لك نحن نطبق القانون، وضعنا شروطا لهذه الامتحانات، وضعنا لها ضوابط، وضعنا لها تنظيمات، التوقيت محدد 9 صباحا، يعني 9 صباحا، واي تاخر المترشح هو من يتحمل مسؤوليته، وفي النهايه هذا امتحان مصيري، امتحان البكالوريا، امتحان مهم في مسار التلميذ وفي مساره بصفه عامه، ينبغي له ان ياخذ احتياطاته. نعم، شوف هو في الحقيقه
راني معك في هذا، ولكنك تشوف انت يعني اليوم شو يقول لك القانون يطبق على الجامعه، ونطبقوا القانون ولكن ما نطبقوش الا على التلاميذ، نطبقوا حتى على المسؤولين عندما يخطئون. واحد كيغلق الباب غير خمسه نطبق عليه القانون، وواحد نخترق القانون اذا اخترق القانون. كان نشوفوا احنا مثلا اليوم تغلق الباب يعني هذا القانون هذا، نشوف في البلدان الاجنبيه اسك يغلقوا الباب على 9 ما يدخل، اسكو لو روتار هذا راه يطبق غير في البكالوريا ما يطبقش في الايام العاديه، يعني الايام العاديه كيجي الاستاذ متاخر ولا التلميذ متاخر. لكن ربما يقول لك في البكالوريا لانه مرتبط بمواضيع ومرتبط باسئله، يعني من غير المقبول ان المواضيع والاسئله الامتحان مثل البكالوريا توزع على التلاميذ ومترشح مازال يعني خارج اسوار المركز. هو في الحقيقه يكون يعني هو يكون جانب تقديري بالنسبه لرئيس المركز، يعطيو له الجانب التقديري مثلا واحد هما متاخروش اغلبيه، احنا كي درنا احصاء شفنا اغلبيه ما فاتوش 5 دقائق، يعني كي تشوف انت 5 دقائق ولا دقيقه حتى دقيقه، يعني هل التلميذ واش يقدر يدير، يعني يكون جانب تقديري تاع رئيس المركز كيفاش التلميذ. وحنا لو يعطوا الاجابات يعني موجوده ما يقدرش يحفظها ويعرف ما يقدرش يحفظها وما يقدرش يديرها، وخاصه كي تشوف تلاميذ ممتازين مثلا التلميذ اللي شفناه في غليزان اللي عنده 17 معدل او 16 معدل فعلا ابن قضيه ابن انسانيه كبيره، تلميذ متفوق واحد يبكي. يعني انا نشوف باللي من غير المعقول ان التلميذ حياته كاع هو يقرا ويضحي ويزيد تخسر عليه ماديا ماله يقروا فيه يزيدوا له ليكور ونفسيا ثاني كيزدي ينهار، وزيد له كذلك ماديا ونفسيا وحتى صحته على صحته يحضر البكالوريا هذه اللي يكون، ومن بعد يجي ممكن عنده اسباب جات دقيقه يعني دقيقه ما جاش هذا الساعه ولا الساعه. هل فيه تقدير عند رئيس المركز؟ والى اي مدى يمكن ان يستعمل هذا التقدير؟ مثلا ما هي المده القصوى اللي ما يقدرش يتجاوزها رئيس المركز بالسماح؟ هو في الحقيقه يكون تقدير، لان علاش عندما نفتح المواضيع اكيد ما راحش يفتحها على 9 باش نتفاهموا، هو يفتحها هو يبدا يفتحها يكمل مع الفتح تاعها والحساب تاع الاوراق يكون مثلا يفتحها 5 أو 10 وبعد ذلك توزع على عده قاعات ومن بعد يعطي الاشاره باش الحارس يعني يدير الجرس باش خلاص. نورمالمون تم كيدير الجرس الاخر واحد ما يسيد يدخل، لان اذا كان مازال ما داش الجرس ومازال ما توسعوش الموضوع، علاه نحرم التلميذ باش يدخل؟ ما نحرموش لان مازال ما فتحتش انا. ودوك تقول لي جابوا مكان واحد اخر، انا نقول مستحيل التلميذ يجيب يعني سيجي يقراه برا ويجي يحلو، الا يقراه برا بخمس دقائق يقرا عنده في القسم وين يكون هو يقراه ويحلو، هذا ما راحش ولا يعطيه له محلول مستحيل واحد يدير سيجي كيما هذاك على 5 دقائق. ولهذا نقول احنا يعني لازم نشوف الظروف تاع التلاميذ هذو، يعني اقصاء تلميذ كيكون ممتاز عنده 17 معدل او 16 معدل، يعني هذه انا نقولها نعتبرها انها يعني جريمه في حق التلميذ، نقول بكل صراحه. لكن في النهايه يا استاذ يقول لك صراحة. انه صرامه هذا الامتحان وقيمه هذا الامتحان وهيبه هذا الامتحان تفرض علينا ان نكون صارمين في تطبيق قوانينه وتنظيماته، يعني اذا ما سمحنا لهذا التلميذ بخمس دقائق ممكن بعض طلبنا ب10 دقائق وربع ساعه ونصف ساعه ومش راح تفرق. يا اخي الصرامه ليس في 5 دقائق. وليس في دقيقة وليس في دقيقتين. الصرامة اللي حب اللي كانت الصرامة في كاين أمور كثيرة نتكلموا عليها اللي ولينا الصرامة. مثلا خليت واحد فات في 5 دقائق، واحد جا متأخر فات في 5 دقائق، ممكن يجي واحد فات جا متأخر ب10 دقائق يقول لك علاش؟ لا احنا دوكا إذا كان 5 دقائق مثلا، 5 دقائق، 5 دقائق نغلقوا الباب، معليش إلا زدنا دقيقة كما كاين كي تشوف أنت دير الإحصاء تاع التلاميذ اللي جا متأخر تقريبا كاع دقيقة، دقيقة دقيقتين. يعني هادو حتى ال5 دقائق نقدروا نغلقوا بعد 5 دقائق، بعد 5 دقائق ما جاش معليش نغلقوا، ولكن 5 دقائق او دقيقتين او 5 دقائق كنا نتفاداو عدد كبير من التلاميذ اللي خليناهم برا، كنا نتفاداوهم. وحنا انا نشوف يعني الطريقه تاع غلق الابواب هذه يعني نشوف باللي استعراض يعني عمليه استعراضيه وضحيه تحت التلميذ، هذا ما كانش حاجه كبيره. احنا رانا وين نروحوا نلقاو الناس وين تروح؟ ها انا نعطيك مثال، الوزاره كي ما فتحتش يعني المواضيع تاع العلوم ما فتحتهمش، فتحتهم على 9:30، دارت نص ساعه تاخر، دارت نص ساعه، وعلاش تحرم التلاميذ هذيك النص ساعه ما يدخلوش؟ يا اخي ما فتحناش المواضيع، مرت نص ساعة هذيك اقصاءات امتحان العلوم في صارت فيها اقصاءات فعلا، وهذيك وهما ما فتحوش الموضوع على نص ساعة، نص ساعة باش فتحوا الموضوع. وكيف فتحوا الموضوع؟ ان هذيك نص ساعة زادوها التلاميذ شحال خرجوا؟ خرجوا على الوحدة ماشي على 12 ونص، كي خرجوا على 12 ونص على الوحدة ولاو على الزوج عطاو لهم ساعة. حنا كي نشوفوا الساعة حنا ما نهضروش غير على العاصمة، نهضروا ثاني على الجنوب الكبير، نهضروا على الجنوب. انت ما يخفلكش بلي عندنا البنات كيخرجوا ما يخلوهمش يدخلوا المركز،
ممنوع يبقوا في داخل المركز، يخرجوا برا، يقعدوا يدوروا برا. احنا في العاصمه ممكن عندهم وين يريحوا هكذا، ولكن وخاصه في شهر رمضان ما تلقاش وين يريحوا، يقعدوا برا. وكاين تلاميذ اجنبيين يجيو يتعدوا عليهم، او ما نقولش تلاميذ يعني نقول مواطنين هكذا، مواطنين يتعدوا عليهم يجيو لتماك، ما عندك ما دير. وخاصه كي تروح للجنوب تلقاهم، يعني في الجنوب تلقاهم يقعدوا برا. في الجنوب احنا شفنا مناطق معزوله، كاين ثانويات ما كاش حتى شجره برا، ما كاش حتى وين يظل، هو تحت درجة حرارة فايتة 50 درجة، وبتقول له قعد هنايا، راح يعاني التلميذ تماك، أول اللي يعاني وراح ينهار حتى صحيا. أنت التلميذ اللي قعد مطمع من 11 ونص حتى 3 البرا خارج مراكز الامتحان، وخاصة كي إلا كانت يعني في الجنوب، وشفنا يا أخي شفنا يعني درجة الحرارة كيفاش كانت في الجنوب، ما لقاوش ما يقدرش هذا التلميذ إلا راح لدارهم، راه ما يوليش ولا ما راحش للدراما، راه يقعد لتماك ممكن. يعني بحس ما فهمت استاذ بوجناح، انه تعتبر انه اجراء الامتحانات في رمضان فيه شويه ظلم، فيه شويه ما فيش مصاعب. هو شوف هي بالنسبه للترشيحين، وانه على الاقل مش عادل يعني اللي جوز البكالوريا في رمضان مثل اللي ما جوزوا في وقت الفطار. يعني شوف هو باش نقول لك بكل صراحه، هو ما عطاوش الجو الملائم او الظروف الملائمه للتلاميذ، خاصه يعني نقولها برا على الجنوب، ما عطاولهمش، خاصه انت اللي كتخليه برا نتايا، وما كانش لا ما كانش حتى من يتخبى تحت الظلم، او تلميذه وتخليها برا، ما عطتلاش وراه وراه واش وفرت لها، ما وفرت لها والو. وزيد مع الصيام، والكثير انا اسمع فيه يقول لك ما تكلموش على الصيام، ما تكلموش على رمضان، لا نتكلموا عليه ما تكلموش. علاه الصيام ما ياثرش؟ ياثر الصيام، ياثر على التلاميذ، وخاصه هذو التلاميذ راهم صغار، ياثر واحد ينوض من 6 تاع الصباح وما يرقدش، ممكن راح دار التراويح ولا راح صلى في المسجد ودار تراويح وعاود ولا وما رقدش بكري، وينوض على 6 تاع الصباح ويروح للمؤسسه، ومن 9 هو يخدم والسخانه، ويعاود يخرج ويعاود يولي العشيه، تقول لي ما ياثرش عليه؟ كيفاش ما ياثرش عليه الصيام؟ ومن بعد كاين الناس تبدا تفتي، يقول لك واحد يقول لك لا لازم يقدروا ياكلوا، لا علاش؟ احنا كنا نقدروا نتفاداو شهر رمضان، علاه ما نتفاداوهش؟ الوقت ضيق، رمضان راه يتقدم كل سنه ب 10 ايام على الاقل. كنا نقدروا نتفاداو لو كان كانت المشاوره برك، وكان كانت يعني كان وسعوا مثلا كيفاش كنا قادرين نبرمجوا؟ كنا نقدروا مثلا الكلاس دو تيرمينال، الكلاس دو تيرمينال كنا نقصوا لهم اسبوعين في العطله مثلا، نقصوا لهم اسبوعين، قال اوليو يمشي يدي 15 جور يدي 7 جور، ولا يدي ولا نقصوا له 5 ايام. يعني إذا درنا أسبوعين راه يربح أسبوعين نقدموا للآخر. وزيادة على هذا أن التلاميذ الكل يعلم باللي التلاميذ خرجوا في شهر ماي، خرجوا من المؤسسات التربوية، راحوا كملوا البرنامج، ما كانش اللي كان يجي في شهر ماي، ما كانش اللي كان يجي بالك لو ديمي ولا لو كانز ماي حبسوا. وعلاش ما درناش رمضان على قربناش البكالوريا وانتحنا وكاع من المشاكل هذه؟ اكيد سي نورمال، الا كان طفل صايم نهار كامل ويزيد يروح يتعب ويرقد وصبح ممكن ما ينوض، بالك والديه ما نوضوش، ولكن احنا ماناش نقولوا روطار تاع ساعه ولا نص ساعه، احنا قلنا روطار تاع دقيقه جوج دقائق. يعني نورمالمون نعم. الوزيره قضيه الوزيره هنايا نورمالمون تعطي للجانب التقديري لرئيس المركز، يبحث التلميذ يحوسه كاع ويخليه يدخل. هذا موضوع قضيه المتاخرين الذين اقصوا على ابواب مراكز الامتحان. هناك فئه اخرى، فئه الغائبين، يعني لم ياتي اصلا الى مركز الامتحان. وش قضيه هذا الانسان مترشح الامتحان شهادة البكالوريا، ربما النظامي ممكن تكون عنده ظروف خاصة يعني لا مفر منها، والأحرار مترشح حر يوجد الملف يدفع مبلغ معين يعني كلفة التسجيل ثم بعد ذلك يغيب، وش الأسباب؟ هو شوف هو الأحرار هذا كان منتظر من الأحرار أن تكون الغيابات كبيرة، وخاصة زاد مع قلت لك، أنا قلت لك مع شهر رمضان كذا ممكن ما يروحش، لأن الأغلبية الأحرار تلقى أغلبية إما عندهم بكالوريا يحبوا يحسنوا المعدل تاعهم باش يغيروا الاخر تخصص. ممكن تخصص، ممكن اللي كان في التخصص راه يقرا مثلا وراح يعقب الباك، وبعد شاف روحه راهو شاف التخصص اللي راهو فيه وعجبه يبطل ما يروحش يعقب الباك. ممكن كاين اللي ما عندوش مستوى، كذلك اللي ما عندوش مستوى يتفادوا ما يروحوش يعقبوا، على بالهم باللي الامور اللي ما حضرش اصلا ما حضرش منها، تلقاها دائما النسبه الكبيره تلقاها في الاحرار. انا كنت عده مرات كنت نشد رئيس مركز بكالوريا احرار، تقريبا الاقسام شاغره يعني فارغه، تلقى قسم فيه 20 ولا 15 واحد، تلقى فيه 10 5 جاو يعقبوا 6، تلقى يعني الغيابات كثيره جدا، تلقى 150 غائب في مركز، 150 غائب او كثير. باركونت كي تروح لواحد النظامي تلقى زوج 3 4،
والتمكن 150، وهذا اللي زاد في نسبه الغياب. اما بالنسبه للنظاميين ممكن التلميذ يكون غادر صحيح. او راح للخارج، كاين اللي يروحوا للخارج، كاين اللي غادروا، كاين ممكن يكون مريض، يعني مش نسبه كبيره. صحيح. نسبه كبيره بارابور ل نشر المواضيع في وسائل التواصل الاجتماعي، رغم ان الوزاره والوزيره تحديدا قالت انها اتخذت اجراءات كبيره وان اجراءات الرقابه واجراءات التفتيش وما الى ذلك في مراكز اجراء الامتحانات، لكننا في النهاية شهدنا مواضيع تنشر بعد دقائق من توزيعها في مواقع التواصل الاجتماعي. ما زال ما صبناش الحل، ما زال ما صبناش وين راه الخلل بالضبط باش نعالجوه. هو على كل حال الإجراءات اللي دارتهم الوزير على كل حال إجراءات صارمة، وما كانش يعني ما خرجش مواضيع الآخر، ولكن بعد بداية الامتحان، بعد بداية الامتحان ممكن يخرج الموضوع، لان علاش ممكن اي واحد يقدر يصور الموضوع يبعثه حتى التلميذ. كيف هذا يدخل تليفون يعني هاتف نقال مزود بالانترنت ويصوره؟ كيف يدخلوه داخل قص هذا؟ شو ممكن انا على كل حال ما نقدرش في حتى واحد، نقدر نقول لك اما نقول لك ممكن تلميذ جاء هو طالب اللي جاي الاخر صوره، يقدر يصوره ويبعثه، ممكن من الامانه يخرج يقدر يديرهم الامانه يصوره ويبعثه، ولما لا؟ لماذا؟ لان احنا رانا باش ما نقولوش باللي احنا رانا تانيك ملائكه وما كذا، لا، راه السنه الماضيه حكموا ناس من رؤساء مراكز كذا، هما كانوا في الغش، كانوا يخرجوا المواضيع مدورهم في السجن. رغم ان بعض الاساتذه ربما اشتكوا من تعرضهم لعمليه التفتيش، قال لك كيف يمكن لاستاذ انه يفتش هو والطالب المترشح عنده في نفس المكان وبنفس الصوره؟ لا هو شافوها يعني انتقاص يعني من صورة. هو في الحقيقة شوف أنا دائما عندي نقول واحد الكلمة، نقول لما أنا اللي ما نديرش فيه كونفونس ما نجيبوش. أنا أستاذي لما نديرش فيه الثقة ولا رئيس مركز ما نديرش فيه الثقة ما نحطوش، أنا ما نحطش رئيس مركز نعرف اللي ما فيهش ثقة، لأن مدراء التربية يعرفوا رؤساء المراكز، يعرفوهم اللي هما مدراء، يعرفوا الناس اللي تزوروا واللي ما تزورش وكذا. واحد اللي تعرفوا أنت فيه مشكل، هو علاش ديروا رئيس مركز؟ ما ديروش رئيس مركز. أون بليس دو سا إلا كان هو على كل حال كي تشوف أستاذ يتفتش يعني شويه يعني امام التلميذ، الله يعني انا يعني ما نقدرش نشوف هذه الامور كما هذه، ولكن اذا كان ضروره واش نقول لك؟ انا نقول لك يعني نتمنى ان السنه المقبله ان شاء الله ما تكونش مثل هذه التصرفات من طرف وزاره التربيه، لان تصرف مثل هذا راح يطيح من قيمه الاستاذ يعني خاصه امام التلاميذ ويتفتش الاستاذ. نعم، وفي قضيه اخرى ربما كانت تثار في سنوات ماضيه لكن بدأت تنقص يعني ينقص الحديث حولها، قضية صحة المواضيع وسلامتها من أي أخطاء. هذه المرة ما كانش أخطاء يعني المواضيع يعني مرت كلها يعني بصورة سليمة؟ لا، هي المواضيع أنا شفت مع التلاميذ ومع الأساتذة المواضيع كانت صعبة جدا، كانت صعبة جدا خاصة صعبة خاصة لي لونغ الإسبانيول، كانت مثلا العلوم فيزياء العلميين فيزياء، وحتى الادبيين يعني كانوا اشتكوا من المواضيع اللي صعيبه، حتى الاساتذه قالوا لي صعيبه بزاف، وخاصه المشكل تاع العلوم اللي ما تكلموش عليه هو اللي يعني الموضوع الثاني في العلوم اللي فيه خطا في المنحنيين هذوك، كان خطا والنتيجه ما تخرجش صحيحه وما تكلموش عليه يعني عقب بالاخر، رغم ان بعض التلاميذ اشتكوا باللي كان خطا، وحنا كشفنا مع بعض الاساتذه قال لك فعلا كان خطا في الموضوع، كان في موضوع تاع العلوم، يعني نشوف مثل ما زلنا نديروا اخطاء كما هذه، ومع رغم ان كانت يعني كاين مفتشين وكاين اساتذه عندهم كفاءه عاليه، ما لازمش تكون اخطاء كما هذه، وخاصه كما قلت لك صعوبه المواضيع. انا والله نتساءل دي فوا نقول علاش يصعبوا الموضوع الى حد تعجيز التلميذ على الاجابه. البكالوريا حتى البكالوريا عندها قيمتها يا استاذ، يعني حتى انه من يصعد الى الجامعه بصح يكون عنده بصح احنا البكالوريا قيمه يعني البكالوريا هذه نديروا له امتحان في المستوى تاع التلميذ، تاع ما كان نديروا له يعني نصعبوا له باش نعجزوه، ما صعب، لان تقريبا كلهم اشتكوا من موضوع من المواضيع تاع الفيزياء وتاع يعني كانت مواضيع صعيبه بزاف. وزيد انا نقول لك دائما عامل الصيام تاع اللي كيأثر على التلاميذ، تعب وما تكلمناش مقبل على الكليماتيزور في الجنوب اللي كانوا الكثير يقول لك بلي راه ما يمشوش، لان ما يخفلكش بلي في الجنوب كي تلحق درجه الحراره يعني تفوت 40 درجه الالكتريسيتي تروح، وفي الكليماتيزور كان زوج في وزاره التربيه قالت لك بانه تم اتخاذ جميع الاجراءات وتم اتخاذ جميع التدابير، وانه المراكز يعني حتى تم اعتمادها كمراكز يعني مبدئيا كانت تتوفر على كل الوسائل اللي تخلي
السير الحسن والعادي والطبيعي فيها، يعني ما فيش مشكل. عندنا معلومات رسمية أن في الجنوب أن بعض المراكز كانت حبست فيها الكليماتيزور وحبس انقطعت التيار الكهربائي، انقطع التيار الكهربائي، ويعرف الجميع يعرف اللي في الجنوب ينقطع التيار الكهربائي تكون السخانة عالية، ينقطع التيار الكهربائي، وكاين هما عندهم دو كليماتيزور بارسال دو كليماتيزور، دونك المؤسسة ما تقدرش هذاك الجروب تاعهم ما يقدرش يحمل لاشارج تاع دو كليماتيزور بارسال إذا كانت 20 قاعة، أون بليس هما فتحوا لهم، كاين اللي فتحوا لهم واحد وهكذاك وما حملش وطفاو، دونك ما نقدرش نقول باللي كانت، ما نقدرش نقولوا باللي كانت الامور عاديه ومتوفره ولا، لان احنا عندنا ناس اللي كانوا في الحراسه وقال لهم باللي طفاوا الكليماتيزر وتريسي تروح وتجي، دونك هذا هو المشكل. نعم استاذ بوجناح، اختتم امتحان بكالوريا 2017 وشهدنا فيه جمله يعني من الاحداث، جمله من الملاحظات، جمله من المآخر، جمله من الامور الايجابيه، ربما الامور التي تم تداركها مقارنه ببكالوريات السنوات الماضيه، ما هي الدروس المستقاه؟ ماذا تعلمنا؟ هي شوف، هي على كل حال انا اقول بكل صراحه، يعني السنه هذه احسن من السنه الماضيه. السنه الماضيه كانت فضيحه، لانه تسريب وما كانت فيش بكالوريا ثانيه، هذا اصلا انجاز. لا هذا انجاز وفضيحه، وكان كانت فضيحه، والحمد لله السنه هذه يعني الوزاره يعني دارت كل ما بوسعها لانجاح البكالوريا، وفعلا بالنسبه لنا احنا كاين نجاح تاع البكالوريا يعني، ولكن النقطه السوداء هي اقصاء التلاميذ، لان دائما نتكلم على التلاميذ، غياب ممثلي اولياء التلاميذ ما كاش، انا نقول بكل صراحه ما كاش اللي يمثل التلاميذ، عندهم لا كما نسمع باللي كاين جمعيات في دارت، انا بالنسبه لي لا يوجد لا ممثلين لا والو، لان ما كانش يكون يدافع، ولو اخطاوا ولو جاوا الوطن لازم على الاقل كان نسمع ممثل اولياء التلاميذ يتكلم يدافع على التلاميذ هذه، يعني الريسك يسرق، سرق يسرق، المحامي يروح يدافع عليه وهو سرق وقتل هذا التلميذ، هذا جا الوطن ما كانش يكون يدافع، ما كانش يكون يتكلم عليه، ما سمعنا حتى كلمه من طرف الممثل اولياء التلاميذ، ولهذا نقول لك غياب كلي، وما عندهم حتى دور في الساحه تاع قطاع التربيه للناس اللي ما تكلمش على ابنائها، وحنا وهذو ولادنا قال لك احنا نقابيين ونتكلموا عليهم، وانا انا هذا ما يعني اللي قيسني بزاف، عندما نلقى تلميذ يبكي او التلميذه تبكي في التلفازه، ولا الام تاعها تبكي ولا الاب تاعها يبكي على وليده اللي ما خلاوش يتقى على دقيقه، يعني هذا المشكل، هذه هي النقطه السوداء اللي بقات في البكالوريا تاعنا، لازم نلقاو حل، يعني دارت هاجس، ولازم نلقاو حل لهذ التلاميذ هذوما، ولازم كما نقول لك نحيوا هذيك كلمه دقيقه روطار الطفل ما يدخلش، هذه انا نظن باللي ما عندها حتى معنى، على الاقل نروحوا لخمس دقائق، نروحوا حتى ست دقائق سبع دقائق، ولكن ماشي دقيقه، بكري كنا نديروا نص ساعه، دوك مع التسريبات تاع البكالوريا ومع التكنولوجيا هذه، معليش نديروا 10 دقائق خمس دقائق، اللي نعطيو له فرصه تاع خمس دقائق ولا 10 دقائق وما جاش هذا يتحمل مسؤوليته، ولكن باش على دقيقه ممكن تعطلت له السياره، ممكن كاين امور تصرا ما تقدرش ندير اي الحسابات اللي ديرهم تخرج لك حسابات اخرى، راك رانا في الجزائر ونعرفوا حنايا المواصلات في الجزائر ما كاش، ونعرفوا باللي التوقيت ما كاش، حنا عندك تحكم المترو يحبس، تحكم الترام، انا عندي شحال اخترت الترام بنتيجه في الترام يعيطوا لي في التليفون راه حبس الترام ما حبس اروح رانا بلاصه بلين نروح نجيبهم، يعني ما تقدرش دير حساباتك في الجزائر، ما تقدرش حساب، ولهذا نقول باللي دائما انا نولي باللي هاد التلاميذ المظلومين، انا نقول مظلومين، انا راني معاهم وانا ضد اقصائهم، ضد اقصائهم، لان هاد التلاميذ راهم ممتازين، اغلبيتهم ممتازين، انا كنشوف تلميذ يقول لي عندي 17 معدل وقصوني على البكالوريا، شي مشكل، نديروا طريقه اخرى. إذا كان ما يقصى يقصى في مادة هذيك. نحيو ما نحسبوش المادة، ديروا كل بيام، البيام عندك مادة تغيب فيها تقدر تكمل، خاطر كاين باساج، بصح هذا في الباك خليه على الأقل ممكن ما حضر، ممكن هو علمي وغاب يعني تأخر في التربية الإسلامية. معليش ديروا له صفر في التربية، وحسبوا له خليه يكمل المواد الأخرى، ولاش تقصي له حياته كاع. ولا تنحي له حياته كاع، هذا التلميذ هذا ممكن دوك بالك يلفا ديفي يروح لطريق واحد أخرى كاع، بزاف. ممكن يروح طريق وحده، ممكن ما يزيدش يقرا، ممكن كذا، لان هذا لازم له درك طبيب نفساني اللي راح يعالجه، لانه يشوف روحه هو احسن واحد في القسم وما جاب ما خلاش وجا قصاوه من البكالوريا، شيء مؤسف جدا. يقصيو الماده، نحيو بالماده، نعودوا في البكالوريا، قال غبت في هذه الماده ما تدخلش، معليش جيت روطان ما تدخلش، خليو الماده، ممكن كان راح يجيب 16 بكالوريا يجيب 10، على الاقل يجيب الباك تاعه، ما يخرج فارغ اليدين. يعني ان شاء الله نتمنوا هذه النقاط السوداء ربما التي ميزت بكالوريا 2017 على الرغم من انها كما قلت استاذ بوجناح انها
أفضل بكثير من السنة الماضية، وعلى الأقل هذه المرة شهدنا استقرارا في امتحانات البكالوريا، لم نشهد تسريبات يعني كبيرة وشاملة وعامة، وشهدنا يعني الحمد لله دورة واحدة، ما بقاوش يعني تلاميذ متمرمدين مثل ما يقال بين هذه الدورة والتلك وبين هذا التسريب وبين هذا الهاجس. نتمنى إن شاء الله تكون هذه بداية لتصحيح الأخطاء، وحتى باش نزيد نقول حتى الكثير من يعني حتى انا بالمناسبه نشكر رؤساء المراكز ولاو خاصه اللي الاساتذه اللي كانوا في الحراسه، يعني تعبوا كثير، حتى هما مش سهل اليوم ماشي قاعد نهار كامل هو يحرس في قيس وكذا، ورؤساء المراكز راهم ينوضوا الصباح من 14 الصباح هما متواجدين في المركز، يعني شيء ماناش دوك حنا رئيس المركز ممكن بعض رؤساء المراكز خداو القانون طبقوا القانون، ما لازمش نقولوا حنا هذو راهم غلطوا، هما عندهم قوانين طبقوها، طبقوا التعليمات ولكن نتمنى ان مره اخرى تكون يعني عنده يعني مرونه شويه في تطبيق التعليمات. استاذ عبد الكريم بوجناه اشكرك جزيل الشكر، استاذ عبد الكريم بوجناه الامين العام للنقابه الوطنيه للعمال التربيه اس ان تي يو، كنت معنا في حوصله لاهم ميزه بكالوريا 2017، اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام شكر موصول لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.